السلام عليكم أنصار الله. السعودية أنشأت مجلسا لا شرعية له للالتفاف على العدوان. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال سفير الحكومة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية لدى إيران إبراهيم أدليمي إن المجلس الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس عبد رب منصور هادي لا شرعية له. وكان الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي المقيم في العاصمة السعودية الرياض أعلن يوم الخميس 7 أبريل نيسان في خطاب بثه التلفزيون تشكيل مجلس قيادي رئاسي في بلاده يسلم بموجبه صلاحياته إلى مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكرات الذي يقاتل الحوثي في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات. واعتبر أدليمي في تصريحات لقناة المسيرة أن ما قامت به السعودية مؤخرا من إنشاء مجلسا لا شرعية له هو محاولة للالتفاف على العدوان السعودي الأمريكي وفق قوله. وحول محادثات السلام المشاورات اليمنية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بإشراف مجلس التعاون الخليجي، قال أدليمي إن التفاوض يجب أن يكون يمينيا سعوديا، وبعدها نذهب إلى العملية السياسية لإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي. وأشار إلى أن الهدنة القائمة قد تكون باب لوقف إطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال في حال كانت النوايا صادقة لدى الطرف الآخر. وفي أول هدنة يتم الاتفاق عليها على مستوى البلاد منذ 2014 وافق طرفاء الصراع في اليمن على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ يوم السبت لأول مرة الأول من شهر رمضان الجاري. في الأخير إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.